عليكم، شكرا لكم، بارك الله فيكم. وعليكم السلام. إذا ارتفعت ظاهرة الحرقة مؤخرا، يعني شفنا عدد كبير حتى أمس يعني بولاية وهران امرأة حامل على متن قوارب الموت. يعني دائما ما نعود في التوعية والنصائح إلى تعاليم ديننا، لأنه يعتبر ربما الهجرة السرية والهجرة غير الشرعية وكما يعرف بالحرقة تعتبر انتحار نوعا ما. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الظاهرة المخيفة وهذه الظاهرة المؤلمة تدل، إن دلت على شيء فإنما تدل على الحالة الروحية والحالة الاجتماعية والحالة الثقافية التي وصل إليها هؤلاء الذين يمارسون هذه الظاهرة. الحالة الروحية تدل بكل وضوح على الفراغ الروحي الذي أوصلهم إلى هذه العملية التي نعم تعتبر انتحارية، لأن غالبية الناس اللي يمشوا في هذا الطريق لا رجعة لهم، وبالتالي فالموت والخطورة محققة وليست مظنة التحقيق، وبالتالي لها حكم القتل وحكم الانتحار. هذا الفراغ الروحي الذي يجب أن يمنع في قلوب شبابنا بأنه لا ينبغي أن ييأس مهما كانت الظروف، لأنه كما قال الله سبحانه وتعالى: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولهم في قصة يوسف عليه السلام وهو شاب ومعاناه اجتماعيا وثقافيا وفي ظروفه التي مر بها، يعني لهم في ذلك أسباب كبيرة جدا، أنه في الأخير تجاوز كل تلك العقبات وتجاوز كل تلك المحن، ورب سبحانه أكرمه بعد أن صبر، أكرمه بأن أصبح عزيز مصر أي ملكا مبجلا. فهذا الفراغ الروحي هو الذي نعمل على ملئه في المساجد. الأئمة جميعهم يعني يحملون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيها رب سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فنحن نحمل هذه الرسالة التي ملؤها الرحمة على هؤلاء الشباب. نعم، هناك تضييع لهؤلاء الشباب، هناك حقرة لهؤلاء الشباب، هناك تهميش لهؤلاء الشباب، لكن كل هذه وغيرها ليس مبررا لأن يرموا بأنفسهم في أعماق البحار وفي أفواه الحيتان وما إلى ذلك. فينبغي أن نعمل جميعا على أن نجد لهم ما يفرغون فيه هذا الكبت في الجانب الروحي والجانب الاجتماعي. اليوم سيد جمال غول فقط، نعم. يعني اصبحت الضفه الاخرى تغري الكثير من الشباب، يعني منهم المتعلم، الام، يعني كل شرائح المجتمع. والله هذا الامر يعني فيه مغالطه كبيره، لابد ان يعلم هؤلاء الشباب وهؤلاء المثقفون بان الضفه الاخرى ليست هي الجنه، بل بالعكس فيها من المشاكل وفيها من الهموم وفيها من البطاله وفيها من السرقات ما لا يظهر لنا. وكثير ممن يعني وصلوا الى الضفه الاخرى الان يعانون من عده اعراض سلبيه وما الى ذلك. المهم احنا العلاج ينبغي ان يكون وان ينطلق من بلدنا. اليوم نلاحظ جميعا بان سياسه معينه في التنفيس على الشباب في قضيه كره القدم، وما يقوم به الشباب من افراغ للطاقات عن طريق تكسير المحلات، عن طريق قتل الشرطة، عن طريق الكلام الفاحش، عن طريق الصراخ إلى غير ذلك. فهذا أيضا في حد ذاته خطأ. هذا التنفيس لا يؤدي إلى الحل، هذا التنفيس إنما هو مسكن فقط ولم يخدم البلد والمصلحة العامة في هؤلاء الشباب. هؤلاء الشباب هم أمل كل أمة وكل حضارة، ينبغي أن نستثمر فيهم حق الاستثمار. ينبغي أن ننظر إليهم أنهم رجال المستقبل، هم اللي يبنوا هذه البلاد وهم اللي يحكموا هذه البلاد، فينبغي أن نستثمر فيهم هذا الاستثمار حتى نؤهلهم لذلك مستقبلا. أما أن نبقوا نسحر بهم ونخلي لهم فراغات ونخلي لهم فضاءات هي تافهة، فضاءات للتفريغ غير صحيحة كما كرة القدم وما ينجر من بعدها، فهذه مغالطة ينبغي أن تصحح في أقرب الأوقات. لأنه باختصار، إذا أردنا شبابا مساجد سوف يستطيع الأئمة أن يتحكموا فيهم وأن يوجهوهم، إذا أردنا شباب الملاعب فلن نقدر عليهم مستقبلا ولن تقدر أي مؤسسة أمنية عليهم مستقبلا.
أكيد. سيد جمال غول، فقط نصيحة للشباب، يعني قبل ما يفكروا فقط في أنفسهم يكونوا أنانيين، يفكروا يعني في أوليائهم، في أمهاتهم، في أبائهم، نعم في الإخوة صحيح، تاعهم. نعم صحيح، وهذا كما قلت لابد أن يملأ هذا الفراغ الروحي مهما كانت ظروفهم، مهما يعني وصلت الأزمات، لابد لهم أن يصبروا، لابد لهم أن يبحثوا عن الحلول المناسبة، فالحلول المناسبة تأتي برضا الوالدين، يدعو الخير عند والديه، يطلب دعاء والديه، يسلم على رجل يمه كل صباح سيفتح الله عليه بإذن الله، يرجع إلى صلاته، يصلي، سوف يعطيه الله طمأنينة لن يشعر بتلك الطمأنينة مع المشاكل الكبيرة المحيطة به، سوف تهون صلاته وقراءته القرآن تهون عليه كثير من المصائب، وهذا أمر مجرب وليس أمر يعني نظري أو أنه أمر خيالي. فمثل هذه التوجيهات التي ينبغي أن نقدمها لهؤلاء الشباب الذين نحبهم ونتمنى لهم كل الخير، وأن يكونوا هم الفاعلون في هذا البلد الطيب إن شاء الله مستقبلا بإذن الله. إن شاء الله. شكرا لك سيد جمال.